مرحبا أحبتي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ بعض من الأصدقاء يسأل ليش ماكو سبتايتل باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. حقيقة بالنسبة للغة الإنجليزية السبتايتل موجود ومفعل تلقائيا على القناة باليوتيوب، لكن بعض الأحيان جليتشز تصير، مشاكل ما راح يظهر كله، خاصة إذا الكلام ميكس عربي وإنجليزي. لكن على الأغلب الفيديوهات اللي هي باللغة الإنجليزية كاملة موجود السبتايتل مالتها بالعربي وتقدر تفعله اوتوماتيكيا، مو اني مشتغله، اليوتيوب بخوارزميه تشتغل هذا الشيء مباشره. ليش ما اضيف سبتايتل بالعربي؟ حقيقه ياخذ وقت هوايه، يعني عشرات الساعات بدون مبالغه حتى نقدر نشتغل سبتايتل ونسوي له مزامنه، لكن هو موجود يعني بطريقه مباشره على القناه مالتنا على اليوتيوب، تقدر تفعله بهذه الطريقة اللي راح أبينها لحضراتكم حاليا. هذا فيديو مقطع يعني أنا أتحدث به باللغة الإنجليزية، فمجرد أنه تضغط على السبتايتل راح يظهر لك، لاحظ أن أنا أوتوماتيكيا السبتايتل باللغة الإنجليزية، بس بعض الأحيان أنت تحتاج السبتايتل باللغة العربية، تريد تفهم شنو اللي دا أحكي، فتروح على علامة السيتنج، تضغط على English Auto Generated، تضغط على English إذا تريد English، تريد تخلي off ترجع طبيعي بدون subtitle، تريد تفعل subtitle تضغط على التفعيل مثل ما ظهر هنا تشوف، تريد تخل بعدين إذا تريد تسوي بغير لغة ترجع على نفس subtitle CC1، تضغط على auto translate مو off ولا English، تضغط على auto translate. طبعا هذا فقط يشتغل باللابتوب، بالأجهزة المحمولة يعني التلفونات ما يشتغل. تختار اللغة اللي تحتاجها تسوي لها subtitle، طبعا ما راح يكون دقيق 100% لكن راح ينطيك فكرة عن اللي أنا دا أتحدث عنه. هذا هو السبب في اتصال نقل المعلومات وتلقيها، هذا التعريف يظهر. إذا تمشي تلاحظ بدأ يترجم الكلام اللي أنا دا أتحدثه في اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. راح يكون أكو إشكال بعض الأحيان في الاستخدام الخاص بالضمائر في، لكن المعنى العام راح توصلك الفكرة. هذه النقطة وهذه الفكرة اللي حبيت أضيفها لكم، عسى أنه تكون مستفيدين من عدها إن شاء الله. مدرب لغة خالد.